حلتنا بتكفي بكابلز وبستقبل الخوري شوقي كرم دكتور باللاهوت الخلقي الاساسي. اهلا وسهلا فيك ابونا. اهلا وسهلا فيك بحضرتك. رح نحكي اليوم عن المسامحه بين الشريكين. نعم. اول شيء شو يعني مسامحه؟ اوكي، اول شيء المسامحه منا كلمه، هي فعل. هذا الفعل بيطلب مسيره طويله. لما بنطرح موضوع المسامحة يعني معناتها في إساءة، في إساءة من طرف تجاه طرف آخر، في مسيء ومساء لإله. هالمساء لإله بده يعيش حالة أكيدة من الألم من الوجع، وبالتالي هو مدعو أن يتحرر من هالحالة. بقى من هون بحياة الكوبل إذا ما كان في مسامحة منضلنا عايشين مع هذا الألم، منضلنا عايشين مع هذا الضيق يلي منعيشه، منضلنا عايشين مع هذا الغضب يلي عم الجرح يلي مع كل تفاعلاته، وبالتالي هذا بيسمم الحياة تبع الشريكين. مشان هيك هن مدعوين بمسيرة حياتهم المشتركة في كل مرة يحدث إساءة من شخص لآخر، إن كان بالكلمة ولا بالموقف ولا بتصرف معين ولا بأي نوع من اللي بيولد عند الآخر نوع من الألم، مدعوين إنه يسامحوا بعضهم. طيب على شو بدهم يسامحوا؟ على شو ما لازم الإنسان يسامح؟ ولا لازم يسامح على كل شيء؟ المسامحة هي في كل على كل شيء وفي كل حين، لأنه إذا واحد بده يكون سعيد للحظة لما يساء له ينتقم، بس ينتقم بفش خلقه بيكون مبسوط، ولكن هذا الشيء بيدوم للحظات. بينما إذا بده يكون سعيد بشكل دايم هو مدعو أن يسامح. هلأ على شو بده يسامح وكيف بده يسامح؟ أكيد بده يسامح على الإساءة، بس هو الأهم كيف بده يسامح. خلينا نقول بالأول ما هو منه مسامحة، لأنه في كتير مرات بنفكر أنه نحن سامحنا الشخص يلي بالنا. مثلا مش رح أعيد عقليتي عليك، مش رح أعيد عقليتي عليك، معناتها أنا ما واجهت الإساءة أو الأذية، عبرت عن تعالي خلقي إنه أنا مش رح أعيد عقليتي، أنا أكبر منك بكتير. ولا هيدي منا مسامحة، هيدي منا مسامحة، لأن فيها إذلال للآخر، فيها إذلال للآخر، وأنا ما تحررت لأنه بعض الألم موجود والوجع موجود. هل المسامحة يجب أن تقترن بجملة علنية تجاه الشخص اللي أساء لنا؟ هي هلأ رح نقول هي أكثر من هالقد، بس خلينا بعد نقول في أشياء بيستعملوها بفكروها أنه الله يسامح، روح الله يسامحك، وكأنه عم كب على الله مسؤولية أنه هو يصلح هذا الوضع، وبالتالي عم بتغاضى عن مسؤوليته وعم فوت فرصة أني أنا ساعد هذا الشخص يلي أساء لي. في امور كثير هيك بطريقه بنستعملها بالحياه اليوميه، بس فعليا نحن ما بنكون عم نسامح الاشخاص. المسامحه هي مسيره فيها اكثر من فعل، منا مجرد كلمه، هي مجرد طريقه عيش مع اخر تتطلب اكثر من موقف. يعني عاده بيقولوا في اكثر من 12 فعل ليقدروا يقول واحد انا سمحت. يعني اذا بدك بنقولهم بسرعه، اول شغله تسامح، انا شخص مجروح متالم موجوع، وبالتالي هذا الشيء بيولد فيي غضب، بيولد فيي رغبه بانه ارد على هالشخص، رغبه باني يمكن عامله مثل ما عملني. المسامحه بتبلش اول شغله اني بدي قرر اني ابتعد عن الثأر والانتقام، ابتعد عن استعمال نفس الطريقة. اذا هو اذاني بكلام سيء او بموقف سيء او بتصرف اني رد عليه. المسامحة بتكون اول شيء اني اخذ القرار اني ما رد بنفس الطريقة. ليه؟ لانه اذا رديت بنفس الطريقة تحولت من شخص مساء له، تحولت الى مسيء، صرت بنفس الصورة، إن من إنسان مجلود صرت جلاد، وبالتالي أنا قطشت هون، قطعت دغري الطريق لأي إمكانية لإصلاح هذا الوضع يلي نحن عايشين فيه. تاني شغلة
أنا بدي أعترف أني متألم ومجروح وأقر بضعفي وفقري، أنه أنا اليوم ما حدا منا قدام الشر يلي بصيبه لازم يكون قاسي بلا قلب ولا ما هنالك، لأنه هيدا إذا بعوض حالي أكبت هذا الشعور بالألم والوجع بصير قلبنا قاسي، ما بتفرق معنا بس يصيبنا أي شر معين. فبدي أعترف أنه أنا إنسان محدود ضعيف، ماني كل القدرة أنه مرق الأمور واستوعب كل الأمور ولازم أكون أعلى من كل الأمور، لا أنا إنسان مجروح. هيدا المحطة الثانية بالمسامحة. المحطة الثالثة بدي شارك شخص عندي ثقة فيه، لأنه عادة بس يكونوا اثنين بيحبوا بعضهم عايشين مع بعضهم، الإساءة لبعضهم بتخلق كتير جرح كبير، وبفكر انه انا مشكلتي يلي عم بعيشها ما حدا غيري ابدا عايشها. فبالتالي لما بيجي بحكي مع اخر صديق خي وبخبره على اللي صار بيساعدني بشغلتين. اول شيء بيساعدني افهم انك بيقول لي لك يا عمي مش وحدك، هودي بيصيروا بقلب الحياه اليوميه. اثنين بيقول لي ليش مكبر هالقصه هالقد، القصه مش هالقد. بقى بيساعدني اني احط هالإساءة بالحجم الطبيعي تبعولتها، وهيدا ببلش يسهل علي إمكانية الاستيعاب والتفاعل والخروج بحلول تجاه هالشغل. بعدين برجع بتعرف على حجم الإساءة وليش أنا مجروح هالقد. هيدا طب العلم النفس بيقولوا إنه نحن في طفل داخلنا مجروح، بس يصيبوا أمور بتذكروا بالألام يلي عيشها بينطفد من جوا وبصير موجوع أكثر ومتألم أكثر. بما معني بشكل آخر، يعني أنا ما بقدر سامح شخص بشغلي أنا ما بسامح فيها نفسي، يعني الشغلة يلي ما بحبها ولا بريدها ولا بتمنيها لألي إذا حدا عملها تجاهي ما بقدر سامحه بسهولة. ليش؟ لأنه أنا ما بسامح حالي بسهولة لما بعملها، لأنه هذا الشيء بيوجعني بيألمني. بس بلش انتبه أنه هالقد أنا مكبر الشغلة، بس لأن هاي الشغلة مش أنا ماني متصالح معها، بلش أفهم أنه عمهلي، أنه هيدا الأمر بدنا بلش نتعلم أني إذا أنا بقبل ضعفي بقبل نقصي، ولما بكون بهيدي الحالة شو بطلب؟ بطلب إنه حدا يسامحني. ببلش فكر إنه أنا هيدا الشخص لازم أعمل نفس الشيء، يعني لازم أعمل يلي بتمنى حدا يعمله معي بهيدي الحالة. كمان بدي أقبل بهيدي الفتلة بهيدا الحالة إنه أنا غضبان، إنه أنا موجوع، لازم أعبر. فبالتالي بدل ما سارع وعبر تجاه الشخص الآخر بجرب فش خلقي بأمور ما بتأذي حدا، يمكن روح ما بعرف قدر ألبط الباب، يمكن روح عقودتي صرخ. لازم نطلع هذا الغضب ما نكبته، لازم نطلع هيدي صرخة الألم يلي موجودة فينا ما نكبتها. كمان هون بنوصل لمرحلة بس نطفي روق، بلش اسأل طب ليش صار هيدا الشيء؟ منو هيدا الشخص يلي قبالي؟ هيدا زوجي؟ هيدا شريكي؟ إذا هيدا زوجي وشريكي ليش تصرف هيدا التصرف؟ ليش قام بهيدا الموقف؟ ليش وصل لهون بعلاقته معي؟ كتير مهمة هيدي المحطة. أولا لأنه باللحظة ذاتها إذا ما عم نعمل هيدا المسار شو رح بيصير؟ رح يختزل هيدا الشريك هيدا الحبيب بالفعل تبعوته، مش عايز ما بقعد شوي في إلا هالإساءة، وبالتالي هيدا دغري بيدفعني للانتقام. بينما لما عم بياخد هيدا الوقت مش بتذكر إنه هيدا الشريك عنده كتير أمور إيجابية، ولكن بالنهاية كمان هو إنسان ضعيف، هو إنسان ناقص. ليش وصل لهون؟ وهون ببلش نفكر بمسؤوليته، ليش وصل لهون؟ بس كمان نفكر بمسؤوليتي، ممكن أنا أكون بمحل معين سببت انه يوصل لهذه الحاله. اذا مش هي قصه معاقبه ذات، ولكن هي لنحط
هالإساءة بالحجم الطبيعي. هي كمان قراءة واقعية للعلاقة قراءة واقعية جدا للي صار وموضوعية بعيدا عن المشاعر. إيه؟ يعني بعيدا انه مع المشاعر ولا بعيدا عن تملك المشاعر. ايه يعني المشاعر ما رح تأثر على تحليلنا. إيه؟ لازم نشوف شو صار. إيه؟ بطريقة اذا بدك يعني علمية خلينا نقول موضوعية، نقول موضوعية بطريقة واعية، بنستعمل الكلمة البسيطة بطريقة واعية. نحن متألمين، نحن موجوعين، مش مشكلة، ما هو ضروري هذا، لأنه ولا بنكون إنه نحن عم نتعالى بطريقة ما لها معنى عن هذا الوضع. بعدين بعد من هيدا بعتقد إنه هوني بعد ما التقيت الآخر، وضروري ما التقي قبل ما أحضر هودي المراحل، بهيدي المرحلة بالزيت بلش أشوف إنه ما في حياة زوجية، ما في حياة بالدنيا، لا بالعمل لا بالشراكة لا بالرفقة، بدون انتكاسات، بدون خيبة أمل، بدون جروحات، بدون مشاكل، لأنه هذا جزء من هالطبيعة البشرية الضعيفة. فبالتالي هيدي فرصة لإلي لشوف أنا وين في خلل بهذه العلاقة، وين في ضعف بالحب، وين في شيء منه ظابط، لحتى أطلع أنا بخيار تجديد، بخيار إصلاح، بخيار انتباه على الأمور يلي كانت ممكن هي السبب بهيدا الإساءة. بعدين بقول لحالي شغلة كتير مهمة، إني أنا قادر سامح، لأنه كتير مهم ما ندلنا بهذا الشعور الضحية. أنا لما يساء لي أنا الأقوى مش أنا الأضعف، وبالتالي أنا من موقع القوة يلي هو كمان المقرون بحبه لهذا الشخص بيخليني إني أقول إنه أنا قادر سامح. الشغلة التانية بتخليني أقول إنه أنا قادر سامح لما أنا برجع بتذكر إن بحياتي لو لم أسامح من الآخرين، من شريكي مريت كتيري، من الله، أنا كنت بعدني موجود هوني. المسامحة ساعدتني أني أبقى، وساعدتني أني أتغير، وساعدتني أني أتجدد. فبالتالي أنا قادر أعمل نفس الشيء لو أنا ضعيف، لو أنا موجوع من هذه الإساءة. هوني بوصل لشغلة كتير مهمة كمان بهيدا، لأنه مثل ما عم تلاحظ المسامحة ما نفعل واحد، هي مسيرة بدي أحضر لها. ما بجهد حالي لأقول أنا لازم سامح، لا، على مهلي. يمكن اليوم ماني قادر أعمل هذا الشيء، بكرة ماني قادر، بدي. بس ما لازم كمان الواحد يطول كثير. لا أكيد أكيد أكيد. هلأ بنرجع نحكي عن شغلة صغيرة عادة يمكن سمعها كثير، إنه ما حدا لازم ينام زعلان بالبيت، خاصة بس يكون في إساءة. نقدر بكل بساطة يا نعتذر يا ولكن نحن عم نحكي عن المسامحة الحقيقية، تنبرد الجو، بعدين بده يوصل محل في مواجهة. بس تحضر للمواجهة أنا مدعو أعمل كل هودي الاتقيد، كل هالمراحل بالمسامحة. هون المهم كتير أنه أفهم أنه المسامحة بس ما فعل إرادي، أنه عملت كل هودي صرت أنا أبضاي وقادر ولازم ولا ما هنالك. لا، في حالة نفسية بدي روق، بتكون رقت، بتكون صارت الأمور هيك نتفة واضحة بالنسبة لإلي، بدي أطلب نعمة. لأنه المسامحة ما إنه فعل حب عادي، أنت أسأت لإلي. عادة سهل علينا نعامل يلي بيعملنا بالخير نعمله بالخير، ولكن أن تسيء لإلي أنا عم بعمل كل هول المراحل ترد عليك مش الشر بالشر، ترد عليك الخير على الشر بالخير. فبالتالي هذا بيتطلب حب أكثر، حب فائق. هوني أنا مدعو أني أطلب نعمة من الله. نحن بحاجة لنعمة من الله لحتى نغفر، ليقوينا، يقوي لنا إرادتنا، يعطينا نكون فعلا قادرين نشوف بطريقة إيجابية، ويكون عنا رجاء، ويكون عنا ثقة بهذا الشخص يلي أنه أنا إذا رح روح واجهه وصارحه ونشوف شو الأسباب ونشتغل عليها، فبالتالي أنا عندي رجاء أنه ممكن لأنه بحبني ولأنه بحبه رح يقبل، رح يتفاعل، ورح هذا يساهم بالتغيير.
هلا الشغله المهمه من هون هون لما بصير انا جاهز لهيدي الحاله ضروره المواجهه، اكيد بدنا نواجه الشخص الاخر، ولكن بدي احط براسي شغله كثير مهمه انه ممكن هيدي المسامحه ما تودي الى مصالحه. نعم. يعني مش دائما المسامحه تفتح، يمكن يعمل لي بلوكاج، يعني يمكن يفوت بتبرير، يمكن ما بعرف شو يعمل حتى يقول ما يعترف بالخطيئة. طيب اذا تكرر نفس الفعل المسيء شو الحل؟ نضل نسامح كل الوقت؟ ايه هلا نحن مدعوين نعمل هيدي، يعني بدنا نرجع بنقول الفكره، اذا عم تقول المسامحه اني اتغاضى عن الخطا وفز فق منه وحطه وراي، ما بتكفي العلاقه الزوجيه ولا بتكفي الشركه، لا اكيد، لانه يعني هون بهي المرحله 12 بس توضح بهي المرحله 12 مطلوب نوصل لشغله كثير اساسيه، هي انه الاخر لازم يدخل بحوار، وبهذا الحوار ان يقر بالاساءه، وانا اقدر اتفهم لماذا وشوف وين مسؤوليتي ومسؤوليته تنقدر نجدد الحياة. بس إذا تكررت الأمور خاصة بأمور كتير كبيرة أكيد ما منكفي بالعلاقة. خلينا نقول الإساءة فيها ما تكون بس لفظية، يعني فيها تكون إساءة جسدية، ما قلنا موقف، قلنا تصرف. ايه أنا عم بحكي إنه الإساءة يلي كمان يمكن بتسامح أوقات بكلمة، بس ما فيك تسامح بكلمة أقسى وبفعل أقسى، يعني إيه؟ كمان صعوبة المسامحة لها علاقة كمان بصعوبة الفعل. أكيد أكيد مرتبطة جدا، ومشان هيك المسامحة قلنا ما أوقات ما بتودي للمصالحة، أوقات بتودي لوقف العلاقة، ممكن تودينا اليوم أنا إذا كنا شريكين عايش بحالة عنف دايم، حالة خيانة دايمة، حالة إنه شخص الآخر ما عم يتفاعل مع كل هالمبادرات اللي عم بعملها، انه انا شو المعنى والغايه وال راحت كل الاهداف الحياه المشتركه، وصرت قدام شخص ما بده لا يتحمل مسؤوليه المواقف ولا بده يجدد هذه العلاقه ولا بده يغير اي شيء، اكيد هون المسامحه بتوديني الى انه يكون عندي فطنه، يكون عندي حكمه اني اعرف وقف. نعم، نحن بدنا نشكرك أبونا، شكرا كثير على هالجولة بعالم التسامح، وإن شاء الله هيك كل إنسان يقدر إنه يستخلص العبر من كل فعل قام فيه وقام فيه غيره تجاهه، لأنه المسامحة بغض النظر إذا استمرت العلاقة أو ما استمرت هي كمان بتعطي كل هالراحة النفسية وبتعطي كل هالسلام، خليني أقول بقلب كل إنسان لو ما عاد عايش مع نفس الشريك، لو لغاه من حياته، بس على القليله بيكون سامح وفتح صفحه جديده وانطلق من جديد. شكرا لك. هيدا اكيد اكيد، بس تقول اللي عم تقوله، المسامح هو بيشفى هو اولا، وهذا بيساعده يعيش حياه متحرره، ومثل ما قلت شغله كثير مهمه، هالحاله اللي بنعيش فيها هي فرصه للتجدد، فرصه للوعي للذات، وفرصه ل عن جد نبلش بمراحل جديدة بحياتنا. شكرا لك. ميرسي على استضافتك. نحن رح نتابع حلقتنا، خليكن معنا.